ممكن. أنا أحط روحي في بقعة مهدي النفطي، يلزمني نتشرف باش نكون مساعد منتخب، مش دق الباب حبر ما جيت تاخذ ليكيب ناسيونال، سي با فاسيل. إذا نرجعوا الكارير واسم فوزي البنزرتي والكارير نتاع مهدي النفطي فما فرق بعيد. يحصل لي شرف باش نكون أجوا مع سي فوزي البنزرتي ونقدم الامكانيات نتاعي ونساعد فوزي البنزرتي ونساعد الكره التونسيه كأجوان، وباش يجي نهار عليه وقبل راهو وقبل باش يكون مساعد. انا قلت لك ما قبلش شويه، قلت شويه شرف عليه، علي ما نعطيوش فرصه اللي جور كيما الركراكي في المغرب. تفضل بيان سور، مالك كي تقول لي انت تقول لي شرف عليه نعطيو فرصه، انت زادك تنجم تدرب ليكيب ناسيونال. احكي لك، تقول لي نعطيو فرصه، هاو الركراكي خذ فرصه في المغرب. مهدي النفطي ماهوش الركراكي. خلينا نكمل جملتي. وليد الركراكي هز تشامبيونز ليج مع الوداد، هز ست ويجات. مهدي النفطي متكون البر، عنده فكر اخر. مهدي النفطي كدرب الوداد، فشل مع الوداد. سامحني، انت الركراكي كنت تصور شو وصل دومي فينال؟ خلينا من الركراكي. انت باش تدرب منتخب يا الركراكي، عندك نجاح. خلينا نتكلم على فوزي البنزرتي. نعطيو شو السير ذا بالله، ما نحكيوش على فوزي البنزرتي. اي ما اسمي حتى ما تلفتش بيه. من فضلك يا عايشه، وما تلفتش بيه. من فضلك قلت لك، وما تلفتش. احترم الناس. لا لا لا، فوزي البنزرتي تمثلني بالرقراقي. لا لا، نحكي لك الكل كيف كيف. احنا توانسه فوزي البنزرتي افضل مدرب تونسي، عن مجيد شتالي، توفيق بن عثمان، كلهم مدربين توانسه. ايه ما عادش بينا نعطيو شونس، نعطيو شونس حتى 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 ما لفتي الولد ماهوش ولدنا. ما لا ولدنا ككوارجي. لا سامحني، لا ولدنا كوارجي، حتى مدرب ولدنا مش رايحين بيه. ومن حقه، ومن حقه ياخذ شونس. ما دربش في تونس، مش لازم يدرب في تونس. اسبانيا تونس ما دربوش حتى برشلونة. مش هذا، مش هذا، ما دربوهاش. مش هذا الموضوع. نتشرف باش نكون ادجوان تاع فوزي البنزرتي. موضوع في السنوات الاخرى منتخب ولا لكل من هب ويدب يجي يجي يعمل اسم خويا، يدبر كونترا في الخليج برشا فلوس اترافير السي في اللي عمله في المنتخب. المنتخب خويا انا في رايي في اعتقادي لازمك نجاحات، القاب، تجربات باش توصل، باش توصل للمنتخب. الفرصه باش تاخوها ماهيش في المنتخب، خذها في الجمعيه. باش نفكرك في حاجه، والكلنا والاعلاميين ما بدك تقول جلال القادري، ما دق دقوش المنظر كبير يا عم توانسة. شكون دق؟ شكون دق؟ بما فيهم انت عليه دق دق توان دق دقتهم النتائج، دق دقتهم البرستاسيون تاع ليكيب ناسيونال. اش واحد خارج من التورنوا تاع كود افريك تحب تقول دق دق توانا؟ وانت تضمن لي ساتمو اللي باش يجي هذايا مهدي النفطي باش يهز كوب ديمون؟ لا هكاك ما يضمن حد لحتى حد. ايوا هو كلامك سلام صحيح. لا باش نقول لك كلمه، اليوم يخرج ترتيب الفيفا، خرجت ديجا، خرجت ديجا. مصر تقدم خمسة مراتب، حتى احنا قدمنا خمسة. راه مصر اللي كانت وراك برشا، اللي كانت وراك برشا ولات مقدمة عليك بخمسة. ما راناش راهو احنا ستة، جاب سي بوان. احنا 36، مصر 31، احنا 36 الثالث عربيا والخامس افريقيا. في التوب 5 باهي. نمشيو للموسيقى بعد نكملوا الجزء الاخير من الحصة نتاعنا اليوم. انت لكل عشاق الرياضة، برنامج